حك المنبه حكتين يرجع بيك الزمن لعقرب السنين. يا رضا ما ينفعش تلعب في الماضي. الطريقه اللي بقولك عليها دي انسب طريقه ان انا ارتبط بنور. معنى كده ان احنا لو لعبنا في الماضي الحاضر هيتبهدل. طب ما تاخدوني العب معاكم. حط المنبه في النور. مجنون! احنا بتوع الغاز وجايين نكشف على الماسوره الام. ايه الكره الشراب المفتله دي؟ بتعمل ايه؟ تشقلبي مع راجل غريب وعريان من تحت. يا ابن الموكوسه ده جوزي. انت مين؟ البنت عقلها فك يا رضا. فين المنبه؟ المنبه ايه؟ المنبه يا منصور. بالحراميه بقى. يا نهار اسود مليت. انا لازم انقذ البيت. محسوبك في الشعبات. انا مش شحات. بطوطم يالا. هو خلص عليه وانا اخد الخبر. ايه خالب وراح نور رقاصة. يا نور رقاصة بس بشرفي. كدابة. طبعا كدابة. باي باي يا رضا. النبات بيتعلو عشان ايه؟ دم ولا خرخريه؟ لا مش خرخريه، ده كله من المنبه الزفت اللي انت بلدت بيه. هو هنا كله نابوليا ولا في منبهات؟ لا منبهات في الصيدليات. هو مين ده؟ بهاء سلطان. ما كفايه بقى يا رضا. زياره. انشط ضابط في الداخليه. انت وحشتني يا رضا. انت مين يا اسطى؟ انا ناصر. يا رضا ناصر، هو انت جاي تصلي العيد يا ناصر ولا ايه؟